مساعدة المحتاجين ونشر الخير والرحمة بين الناس حاجة ما هي صعبة، والعطاء أجمل شيء ممكن إنك أنت تقدمه للناس ونجبروا بيه خاطرهم سواء كنا نعرفوهم أو لا. المهم إن نقللوا عليهم مصاعب الأزمة وممكن حتى نساعدوهم وندعموهم ونفتحوا لهم طريق جديدة. أهلا بكم مشاهدينا في أولى حلقات سلام الخيرية، البرنامج الإنساني الاجتماعي اللي حنسلطوا فيه الضوء على الحالات المحتاجة وكيف نقدر نساعدوها وندعموها ونعالجوا مشاكلهم. خليكم معنا. الاهتمام بالحرف الإبداعية والمحافظة عليها من الاختفاء قعدت حاجة مهمة وضرورية في وقتنا الحالي، لأن هي اللي حتوري هويتنا قدام الزوار والمهتمين بهالمورود. ويعكس هذا الاهتمام ضرورة دعم الحرفيين بكافة الأشكال، سواء كان من المواد الخام ولا حتى من الآلات اللي تصنع بها، باش حتى نضمنوا إن الحرفي قاعد مستمر في إنتاجه والمنتج متاعه مش حيختفي من السوق. وديع حرفته الرسم على الأواني وبدأ في مشروعه، لكن للأسف تعرض لظروف منعته من إنه هو يستمر. خلونا نتعرف على قصة اليوم ونشوفوا وديع كيف حيستأنف العمل الخاص به. أهلا بك وديع. أهلا بك نسر. وديع، ممكن تحكي لي على نفسك أكثر؟ الاسم وديع الأطرش، مواليد ديسمبر 1979، من مدينة بنغازي. انتقلت مؤخرا لمدينة طرابلس بحكم العمل. هوايتي منذ الصغر طبعا الفنون الجميلة باختلاف أنواعها. حرفتي حاليا الموقف عليها اللي هي الحفر على الأواني الزجاجية والخزفية. أنت الحرفة هذه امتهنتها من لما كنت صغير أو اكتسبتها مع الحياة؟ هي طبعا زي ما قلت لك من الصغر طبعا هوايتي الفنون الجميلة باختلاف أنواعها، لكن تخصص الحفر على الزجاج أو الرسم على الزجاج والأواني الخزفية كانت مع ممكن منتصف عام 2015 بديت فيها. اللي وقف وديع على حرفته إن ما عندهاش معدات يخدم بيهم وتخليه يستمر في عمله. التقينا بجمعية سلام الخيرية ووافقت إنها ترافقنا مع وديع حتى تساعده يشتري المعدات اللي محتاجها، ومن خلالها يقدر يستمر في مشروعه اللي بيوفر له حياة كريمة. التسوق واختيار المعدات اللازمة لمشروع وديع كان جانب مهم لرحلتنا هذه اللي تعرفنا فيها على حاجات جديدة كنا نمر عليها في الأسواق من غير ما نلاحظها، حتى مرات نضطر في بعض الأحيان نسأل أصحاب المحلات عليها. من فرش الرسم والتلوين اللي شريناها كان لازم نمشي لمكان تاني يختار منا وديع معدات الحفر على الكزاز واللحام على الأواني الخزف والفخار والكؤوس والأكواب. المشروع مش مرتبط بمعدات النحت ورسم بس، كان فيه معدات مهمة في مجال التسويق وبمواصفات قياسية واحترافية، وهذا بروحه موضوع تاني، لكن بحكم عملنا كان أسهل علينا اختيار معاه الكاميرا المناسبة وبوكس التصوير لتركيز الإضاءة على المنتج النهائي. من مكان لمكان في وسط طرابلس ومناطقها وأسواقها ومحلاتها تمينا واخدينا كل المتطلبات والضروريات، وقررنا نتناقش مع وديع اللي حيبدأ في خدمته. وقبل ما نشوفه نموذج للعمل الخاص به، خلونا نتعرفوا معاه أكتر على تفاصيل مشروعه.
ودي أنت حكيت لي أنك اكتسبت الحرفة هذه من حبك للفنون الجميلة واهتمامك بها، ممكن تحكي لي أكثر على شغفك هذا؟ طبيعة الحال نشأت في بيئة وأسرة تحب الفنون باختلاف أنواعها، يعني سواء أنا وأخوتي أو أنا ووالدي ووالدتي. طبعاً والدتي بالذات عند اللحظة هذه حتى هي تحب الأشغال اليدوية، لكن في جانب آخر جانب الخياطة أكثر شيء. بالنسبة لي منذ الصغر طبعاً والدي ووالدتي ما قصروش ونموا في حب الأشياء الجميلة وحب الفنون الجميلة، طبعاً سواء من موسيقى، عزف، رسم، نحت، اللي انطورت معي وقاعد هذا ماشي شيء يعني مع حياتي اليومية، قاعد الفن مربوط بحياتي اليومية. طيب أنت فيما فات فتحت المشروع متاعك لكن صار ظروف منعت أنه هو يستمر، أحكي لي على الأسباب اللي خلت المشروع يوقف. الأسباب اللي خلت المشروع يوقف زي ما قلت لك، المشروع بديت فيه تقريبا مع منتصف عام 2015، بدأ طلع لي فترة يعني نجاح وبعدين وقف فجأة بدون أي سابق إنذار. ما نقدرش نقوله فشل لكن نقولك أنه وقف بسبب أول شيء شح المواد الخام، لأن مش أي مواد خام أنا ندور فيها، نبي شيء تكون بجودة معينة وبمقاييس معينة. الأدوات والأجهزة الخاصة بالمشروع شبه معدومة، يعني حتى أنك أنت مش تحصل مكان معين صعب أن يوفر لك الشيء هذا. عدا عن ذلك طبعا كان عندي سياسة كانت يعني سيئة إلى حد ما في التسويق بتاع المشروع. لكن أسباب توقف المشروع بصفة عامة اللي هو نقص المواد ونقص الأدوات الأساسية لإنجاز الشغل. طيب شنو هي الأدوات الأساسية اللي كانت ناقصاتك؟ أول أداة طبعاً هي أداة الدرم الراوتر أو أداة الحفر الدوراني اللي هي تحفر على الفخار، الخزف، الزجاج، الخشب باختلاف المعادن والبلاستيك كذلك، صعب أني نلقاها. طبعاً هي لها حتى ستاندرد معين أو مقاييس معينة لازم نمشي بها أو أني ناخذها، ما نقدرش ناخذ أي أداة ونرسم بها. طبعاً ممكن تمشي معايا فترة وبعدين يعني خلاص اضطرت نجيب واحد اخر، هذه كلها تكلفه تجد على المشروع. هذه بالنسبه للادوات، واداء واحد اخر هي اداه الحام. اغلب الموجود طبعا حاجات تجاريه، ما نقولش انها مش موجوده، لا موجود، لكن اغلب الموجود تجاريه، انك تحصل حاجه حرفيه او حاجه كيف ما يقولوا بروفيشنال صعب جدا ان الواحد يحصل على الشيء هذا. ودي احنا نشوفه في كاميرا التصوير هنا موجوده من ضمن المعدات، ممكن نعرف شنو قصتها؟ الكاميرا طبعا هي الجانب الاساسي او تاخذ نسبه ما بين 70 الى 80% لتسويق المنتج وتصويره طبعا بطريقه حرفيه، مش كيف لما صور موبايل طبعا يعطيني حاجات ضيقه طبعا عرفتي. لكن لما ناخذ كاميرا مخصصه اني انا ندير هذا الشيء للتصوير او شيء لتصوير المنتج بشكل حرفي، نضبط الاضاءه متاعي، نضبط فتحه العدسه متاعي، الخلفيات كيف ما نبي، طبعا هيساعدني جدا في تسويق المنتج بشكل رائع. طيب على حسب كلامك هيك نفهم انك انت عندك مهارة التصوير، هي نقدر نعرف كيف اكتسبتها انت؟ هواية التصوير هي منذ الصغر، من تقريبا في الاعدادي، وبحكم طبعا عندي والدي حتى هو هاوي تصوير، يحب التصوير باختلاف انواع سواء الفوتوغرافي الثابت او الفيديو المتحرك، فطبعا نشأت على الشيء هذا وخذيت منها الهواية هذه وقعدت نطور فيها بالتدريج لأن ما الحمد لله يعني ما زال الواحد يطور روحه، ما يقدرش يقول لك أنا وصلت المستوى محترف، لكن ما زلت إني أنا قاعد نطور في نفسي. طيب أعطيني توقعاتك لنجاح مشروعك هذا. حقيقة عندي طاقة إيجابية وعندي ثقة وتفاؤل بإذن الله أن المشروع حينجح وحيتعدى العقبات اللي صادفها في المرة الأولى. أنت حكيت لي على التسويق نوعا ما، ممكن تعطيني فكرة منصات التسويق متاعك كيف بتكون ووين؟ شنو هو الحاجات اللي ممكن أنت بتستخدمها باش تسوق للمنتج متاعك وما تغلطش الغلطة الأولى؟ تمام، أول شيء حتكون عن طريق اللي هو أكثر موقع ممكن نقوله عليه خاص بالتواصل الاجتماعي وأنه يوصل للناس اللي هو موقع الفيسبوك. موقع الفيسبوك من أخطاء اللي أنا أخطأت في المرة اللي فاتت أن أنا كنت حاط جميع هواياتي وجميع أشغالي كلها في صفحة واحدة. لكن الخطة الجاية أنها حتكون صفحة مخصصة للشغل هذا اللي هو الحفر على الزجاج والألوان الزجاجية والخزف. خطوة أخرى حتكون اللي هو صفحة على الإنستغرام، لكن الفيسبوك هي حتكون اوليه، مش حندير صفحتين في نفس الوقت، صفحه فيس وصفحه انستا، مش نقعد انا متشتت بعدي، لا حندير صفحه فيس وبعدها خطوه اخرى بعد تقريبا حوالي 3 شهور نطلق الاعلان لصفحه الانستغرام. هذين اهم منصتين انا حاليا يعني نفكر فيهن، لان لما درست دراسه عليهن لقيتهن اكثر صفحتين عليهن اقبال وتصفح على مستوى العالم يعني، فما بالك عندنا هنا في ليبيا.
طيب مفكر انك انت وديع تطور من المشروع بتاعك، يكون عندك مثلا مكان خاص بيك بس حتى الزبون ما يكونش يرجع لك من صفحة فيسبوك بس، لا يكون في عندك مكان يقدر يرجع لك فيه ياخذ المنتج على ذوقه او يطلب منك شيء مباشرة معين، فمداير خطة للشيء هذا او لا؟ اكيد طبعا حاطة انا في ضمن الخطة المستقبلية للمشروع هذا ان يكون عندي مقر خاص بي، مش حتى ايجار، لا حتى هذا الامر ان انا نبنيه بني من جديد، يعني مش حتى اني نشريه كتملك، لا نبنيه من اول جديد ومنفصلة زي ما نبي طبعا، كحجرة استقبال الزبائن، غرف الشغل. لأنه هو طبعا حاليا العبد الله هو اللي يشتغل، لكن نفكر ان احنا نوسع المشروع يجد مصطفى، اكيد احنا نحتاج لمقر، نحتاج لمكان بحيث انه هو يتوسع به المشروع ان شاء الله يا ربي. طيب توقعاتك لنجاح مشروعك هذا احكي لي عليها، كيف انت تتوقع بالضبط؟ باذن الله طبعا هو كل شيء في يد رب العالمين سبحانه وتعالى، ومتوقع ان شاء الله المشروع هذا حيحسن ويصلح الاخطاء اللي ارتكبتها في المره اللي فاتت، ونلقى له تسويق بشكل اكبر، ونلقى زبائن على اكبر رقعة على مستوى ليبيا، بدل ما نكون محصور على مدينه او منطقه او اريا واحده، نكون محصور يعني متوسع على مستوى ليبيا بشكل كامل ان شاء الله. فنقول باذن الله متفائل وعندي طاقه ايجابيه تجاه هذا المشروع ان شاء الله يا رب. خلوكم معنا مشاهدينا نشوفوا جمعيه سلام الخيريه كيف قدرت تساهم مع وديع في استئناف مشروعه. سيد عدنان، شو رايكم كمنظمة في مشروع وديع المختص في النحت على الأواني؟ دعمناه بالمواد الخام ودعمناه حتى بالأجهزة. بعد الفاصل خلونا نشوف منظمة سلام كيف ساعدت وديع لتحقيق مشروعه. كما شفنا في الجزء الأول من الحلقة، كان وديع محتاج لأشياء ضرورية باش يرجع لخدمته من جديد في النحت والرسم على الأواني والخشب. سلام الخيرية كان عندها دور بارز في دعم مشروع زي هالمشاريع، لأن رسالتها هي المساهمة ذات البعد الاقتصادي المفيد للمجتمع، زي ما تم توفير كافة الاحتياجات لوديع واستلمها. توجهنا للمنظمة حتى تكتمل كافة عناصر قصتنا. سيد عدنان البرعي، عضو مجلس الإدارة منظمة سلام الخيرية، أهلا وسهلا بك سيد عدنان. أهلا وسهلا بك. سيد عدنان، شو رأيكم كمنظمة في مشروع وديع المختص في النحت على الأواني؟ طبعا احنا كجمعية نتبرع لعدد من المجالات، وواحد من المجالات هذه هي دعم الشباب، واحنا من زيارتنا للأخ وديع لقينا أنه هو يحب يشتغل لدعم المنحوتات هي، ولقينا أنه هو يبي يشتغل ويبين هوية البلاد والثقافة والتراث، وهذا الموضوع طبعا نقص في البلاد، فاحنا حبينا نشجعه لانه هو يبي يبين تراث البلاد ويبين منحوتات البلاد، وشجعناه باش حتى الناس بدل ما تشري برج ايفل من برج ايفل الحاجات الاوروبيه هي واحد، تبدا تشري في منتجات البلاد تراثنا وتتفاعل من جديد في المنازل واحد عن طريق الاستعمال اليومي. طبعا انه هو بينحت على الصحون وبينحت على الاواني وبينحت على التواصي، فيبدا استعمال يومي يبدا في نشبحوه هنا. طبعا يعني انا نقدر نفهم من كلامك انه هو سبب الاقتناع بانكم انتم تدعموا مشروع سيد وديع هو انه حيبرز الهويه ويستمر في العطاء. اي حاجه من الحاجات هذه، وطبعا الدعم ليه كشاب هو ما وتقليل من البطاله، احنا هذا لاش قصدي ندعمه في الشباب. يعني ان هي جزء من انك انت تدعم المجال الاقتصادي. نعم، باش نوفروا حتى للشباب يحصلوا فرص عمل ويكونوا حياتهم ويأسسوا بها ويبدوا بها حياتهم. يعني هل حتكتفي الجمعية في تقديم الدعم من ناحية مواد الخام فقط أم إنها هي حتدعمها من نوع تاني؟ طبعا احنا دعمناه بالمواد الخام ودعمناه حتى بالأجهزة، ودعمناه من غير الأجهزة والمواد الخام درنا احنا وياه طبعا
دراسة جدوى قعمزنا وشفنا المتطلبات متاعه باش يبدأ بها الشغل يعني، ودعمناه بالوفرة بحيث انه هو يشتغل يعني حتى لمدة 6 شهور او 8 شهور من المواد الخام اللي وفرنا له هي. وبعدين هو بنشوفه طبعا كان نجح في المشروع متاعه وقدر يبيع ويوفر هو من المبيعات متاع انه هو يشري مواد خام، كان هذا من نزيدوا ندعموه شوية ان شاء الله. يعني انكم انتم حتتم متابعة المشروع من بعد حتى بعد ما توفروا له المواد الخام وغيرها؟ ايه اكيد ان شاء الله، انه هو هيقوم بالبيع عن طريق الفيس والتواصل الاجتماعي، فاحنا هنتابعوا الغرفة الصفحة متاعه وبنشوفوا المبيعات متاعه وكل شيء واحد، وكان يبي دعم مازال هو ان شاء الله نديروا دراسة، كان شبحنا انه هو نجح نزيدوا ندعمه ان شاء الله، كان يستحق الامر ان شاء الله. طيب ما اهميه دعم الحرف الابداعيه اللي زي النوع هذا؟ يعني انتم كجمعيه كيف تنظروا لاهميه انكم انتم تدعموا الحرفه هي وتقديمنا للدعم هذه الحرفيات باش ندعموا الخط الليبي؟ وزمان كانت الحرفه هي متواجده في كل منزل وفي كل بيت، فاحنا نحاول ندعموها باش تولي من جديد باذن الله، تبدا في كل بيت في كل مكان، وإن شاء الله ندعمها. شكرا لك أستاذ عدنان على هالتوضيح، وعلى أمل أن يجدد معك اللقاء في حلقة جديدة. المشاريع الريادية مهما كانت صغيرة تستاهل التشجيع والدعم، وأي نوع من المساهمة فيها رسالة ذات معنى فريد وقيمة إنسانية عظيمة، تعزز التكافل وتحقق بشكل عملي حياة أفضل للناس، لأن المردود يتعدى الشخص الواحد، وبشكل غير مباشر تلقى أن المستفيدين من هذا الدعم أكثر من التوقعات. المنتج النهائي للرسم على الأواني هنشوفوه بشكل اللي حينعرض به في السوق، وديع فاجأنا في ورشته وقرر يقدم لنا نموذج لموهبته ونحط اسم نسرين كأول عمل، وفي النهاية جي دور معدات التصوير اللي حتكون أول مرحلة تسويقية للمنتج، اللي من بعدها تجي مرحلة معالجة الصورة وعرضها للجمهور. الحرف الإبداعية وزي ما هي مفيدة للحرفيين نفسهم، مفيدة للمستهلكين وتعطي بعد جمالي يرفع من مستوى الذوق وتعزز الهوية. وهيك شفنا وديع كيف يرجع لسوق العمل واستمر في الحرفة اللي يحبها. إلى اللقاء في حلقة جديدة وقصة جديدة من سلام الخيرية.